أهلا بكم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، والأزهر افتقدناه في الليالي الطويلة. لذلك كنت أرى حينما كان يتم إقصاء الأزهر دائما عن دوره المنوط به، كنت أتذكر قول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومن هنا نبدأ كما قال خالد محمد خالد، نبدأ مع الأزهر، ونبدأ من الأزهر، الأزهر الذي ملأ الدنيا علما وسياسة وآراء. الأزهر لابد وأن نتعرف على الدور التاريخي، نتعرف حينما ترجم مشايخ الأزهر في عام 1805 الإرادة الشعبية، وتولى محمد علي في تلك الفترة الشيخ السادات والشيخ الشرقاوي والشيخ عمر مكرم. الأزهر الذي قال على لسان شيخه الشيخ محمد مصطفى المراغي للملك فاروق: كيف نشترك في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟ هذا هو الأزهر. في هذه الحلقة نبحث عن دور الأزهر وعن وجود الأزهر مرة أخرى، ليكون المرجعية الأولى للإسلام وللمسلمين، ليس في مصر ولكن في أنحاء العالم الإسلامي وللجاليات الإسلامية التي في أوروبا وفي أمريكا. ومن خلال هذا الحوار الذي أنطلق فيه مع قامة إسلامية وقامة مع قامة أزهرية درست في السربون ودرست الحضارة الإسلامية، حتى أصبح أستاذ الحضارة الإسلامية في جامعات أوروبا، ونشر وكان طرفا في حوار مفتوح على التلفزيون الفرنسي حول توضيح الصورة الحقيقية للإسلام ولمصر. كان مشرفا لأكثر من 25 عاما على ترجمات معاني القرآن باللغة الفرنسية. ومن قبل هذا وذاك هو شخصية مصرية شريفة، وطني من الطراز الفريد، وجه مصري يحمل بين قسماته هذا الحب وهذا التفاعل مع المشاعر المصرية في كل لحظة في صالح هذا البلد. مع الأستاذ الدكتور محمود عزب، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر للحوار وأستاذ الحضارة الإسلامية. دكتور محمود أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا يعني على هذا التكريم الذي أرجو أن أكون يعني في قليل منه إن شاء الله، مع مساحة من الصراحة مستندة على ما نتمناه من الإخلاص لهذا البلد. حينما يقولون مصر الأهرامات، فمصر الأزهر في المقابل تقف لكي يجري أو تجري الشخصية المصرية بكل مقدراتها بين هذين الشاطئين. نعم. سؤال مباشر. نعم. هل لحق الفساد بالأزهر؟ الأزهر مصري عالمي، هو أخ القاهرة التوأم، ولد معها في نفس الوقت، فهو قديم قدم القاهرة وعظيم عظم القاهرة أو عظمة القاهرة، وهو ولكنه بعده العالمي كثيرا ما ينساه البعض في مصر وربما في المنطقة لمصالح خاصة إقليمية أو فردية، أما في العالم فقد عرفت قيمته أكثر في أرجاء جامعة السربون كما ذكرت أنت. لكنه بوقوعه على أرض مصر وفي عالم وفي وسط الشعب يناله كثيرا مما ينال هذه الأرض وهذا الوطن، لأنه جزء منه، والأزهريون العاملون فيه الأساتذة والطلاب أكثرهم مصريون أو غالبا كانوا مصريين، ولكن هناك من أكثر من 106 بلد في العالم هناك من يدرسون في الأزهر. أصابته فترات ضعف وأريد له أن يضعف، أريد له أن يزاح، أو كما نطقت أنت أن يقصى لمصالح تتنافى تماما مع مصالح الوطن أولا، ومع مصالح الإسلام العليا ثانيا، ومع مصالح الرسالة العالمية للإسلام ثالثا. هو كان ينتابه ضعف في فترات معينة، كان يراد له هذا الضعف وكانت تتكالب عليه القوى، ولكنه كان دائما يخرج منها سالما كما كان بمعدنه الحقيقي وبطبيعته المعروفة تاريخيا. سأعود إلى هذه النقطة وكيف كان قويا ثم أصبح في هذه الصورة التي نريدها أن تذهب ولا تعود مرة أخرى، ولكن ما تجليات هذا الفساد؟ تجليات هذا الفساد في الواقع أولا في رأيي الشخصي والأزهري أيضا، لأني هنا أمثل في بعض الآراء نفسي مواطنا مصريا فردا أزهريا، وفي بعض الإجابات والأسئلة أمثل الأزهر، أتكلم عن شيخه وعن هيئته العليا. الحقيقة يعني أول ما يصيب الوطن كله من فساد
يكمن في التعليم، سره الأول في التعليم، فأضعف التعليم في الأزهر. ولذلك كانت أول خطة وأول خطوة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب منذ تولى مشيخة الأزهر منذ أقل من عام، وأنا أعيش معه في المشيخة منذ يوليو الماضي فقط، إذ كنت قبلها في باريس، بدأ بالتعليم، وبالتعليم في المعاهد الأزهرية، إصلاح التعليم في ملايين أو آلاف النجوع والقرى في المعاهد الأزهرية، طالب الأزهر ومدرس الأزهر. ولذلك عندما قاوم جزءا كبيرا من الفساد الذي وضح لعينيه، رد الأموال إلى هؤلاء المدرسين، إلى هؤلاء المدرسين في النجوع والقرى، وما زالوا يحمدون للأزهر هذا العطاء الذي يساعدهم على أداء أفضل. إذن هو التعليم أولا، وثانيا لأنه إذا ضعفت نوعية المعلم ضعف الأزهر. ولكن هناك أيضا يعني كان الفساد في بعض جهاته العليا، الإدارة في الناحية الإدارية والمالية كان هناك فساد. وفي الشهور الأولى بمجرد تولي الشيخ أحمد الطيب، الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر، بادر بقطع من أو يعني سبل من تبين له فسادهم، وكانوا يختلسون بالملايين أيضا، هذا فساد. وكانت هناك مركزية مالية في مشيخة للتوضيح دكتور محمود، هذا قبل 25 يناير، الرجل بدأ منذ أبريل مايو الماضي سنة 2010، الثورة جاءت وهو في معمعة الإصلاح، وفي الواقع الثورة لا تزيده إلا قوة إلى قوته، هو قوي من البداية ومصمم هو من معه على ضرب الفساد وتطهير الأزهر كقيمة عليا للعالم الإسلامي ولمصر بالدرجة الأولى. إذن ما يتم من إصلاح ليس استجابة للثورة، ولكنه بدأ قبل الثورة، والثورة يجب أن تسانده، والشارع المصري المخلص الحقيقي للإسلام وللوطن لا بد أن يسانده، ولا بد أن ينصرف عن دعوات المهمشين أصحاب المصالح في إقصاء الأزهر. إذن الإصلاح المالي والإداري الذي ما زال مستمرا، والأزهر يتحدى الآن أن يأتي إنسان يضع يده على فساد ومعه وثائق وتثبت وتبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن القضاء في النهاية قل ما شئت من إشاعات لا يتوقف إلا عند الحقائق التي يؤمن بها القانون وتؤمن بها الشريعة. أنا أنادي كل من يرى يعني شيئا في الأزهر عن قرب وبصدق وبدقة وبوثائق أن يتقدم لنا به، فأبوابنا مفتوحة دائما للحوار وللمساءلة وللتفاهم في سبيل الإصلاح. تفضل. ولكن كيف وقف الإمام الأكبر أمام يعني مشكلة خطيرة كنا نشتكي منها حول ضعف التعليم الذي أنتج مشايخ للأزهر يرتقون فوق منابر المساجد المرتبطة بالأوقاف، وهذه قضايا متنوعة، وهو حديث ذو شجون، وهو لا يجيد ولا يجيد ولا يجيد، يعني كيف قابلتم هذه المشكلة الخطيرة؟ هذه المشكلة يعني تتراكم منذ زمن طويل، لا أحدد بالدقة، كما يقال دائما 30 سنة، ربما أشياء قبل ذلك بكثير أيضا، لكن تهاون، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أحيي فيك لغة الشعر والمتنبي. إذن تراكم المشاكل وتدهور التعليم في مصر كلها من الابتدائي حتى الجامعة كان للأزهر نصيب منه، ونصيب الأزهر دائما عندما يكون له نصيب من الضعف، إذا أريد له أن يضعف أو يستضعف، هو يمس أكثر ويظهر أكثر لأنه متعلق بالقيم وبالقرآن الكريم، فالبقعة فيه تتضح أكثر منها في غيره. تخرج يعني أناس يعني ليسوا على قدر من الكفاءة العلمية ولا العمق، ولذلك كانت المبادرة بالإصلاح تتجلى أول ما تتجلى في أي شيء، في أنه تعود البرامج، الشيخ الطيب أزهر الطيب يعيد البرامج الأزهرية التي كنا ندرسها على عهدنا عندما كنا طلابا، يعني التراث المتنوع، لأنه الأزهر
وسطيته وعظمته تأتي من التنوع، يؤمن بالاختلاف فيدرس مذاهب الفقه الأربعة. كان هذه المذاهب أصبحت في شبه مختصر يدرس في الفترة الفترات. يفرض يفرض يعني في الواقع هي دي مشكلة. لو إذا أتيت إلى التطرف في مصر وإلى الجماعات المتكالبة على الدعوة بدون أن تأتي من أرضية يعني علمية راسخة في الواقع، ما هو عيبها الأول؟ التركيز على مذهب واحد وعدم القبول لغيره على الإطلاق، بل واستبعاد كل من يقول بغيره مذهبا معينا محددا هو الذي يريدون نشره فقط. أما الأزهر فهو يدرس الاختلاف، وحق الاختلاف في القرآن الكريم وارد أولا وأخيرا، الحوار والاختلاف وحق التنوع، وهذه إرادة الله التي نقرأها في القرآن الكريم. إذن الأزهر الآن ومنذ تولي المشيخة الحالية والتغييرات، أسميه الأزهر الجديد، هو أزهر جديد. قل لي في أي شيء أقول لك الملفات، ملف التعليم أولا، ملف الإصلاح المالي والإداري ثانيا، ملف الدقة في دراسة الدكتوراه والبحوث العلمية ثالثا، ملف استعادة البعد العالمي للأزهر، لأن كثيرا من المصريين قد ينسون ويتصورونه منافسا لجماعة دينية أو لمذهب أو لطريق، ولكنه عالمي. الأزهر كما قال شيخه، وكل هذه الملفات طالها الفساد. وهناك أيضا ملف الحوار، الحوار مع المسلمين المختلفين حتى العلمانيين، نتحاور معهم لأن الهدف من الحوار أن نصل إلى كلمة سواء لتستقيم حياتنا. إذن نحاور كل المختلفين، نحاور المستعدين للتحاور مع الشيعة ومع الوهابية ومع كل من يريد الحوار، بشرط احترام شروط الحوار التي يقررها القرآن وسنعرضها على الجميع. ثم الحوار مع غير المسلمين، وعندما نقول غير المسلمين الحوار مع المسيحيين العرب أولا، وإذا كان المسيحيين العرب ففي مصر قبل كل شيء الكنيسة الوطنية القبطية الأرثوذكسية، ثم الكنائس العربية في العالم العربي، لأن الإسلام فتح عينيه على المسيحية كانت موجودة قبله، وهي ساعد المسيحيون والرهبان في بغداد في بيت الحكمة في ترجمة التراث، ونعتبرهم جزءا من تراثنا. فالمسيحية العربية واليهودية عندما كان اليهود في العالم العربي والإسلامي جزء من الحضارة الإسلامية، تربوا مع الإسلام والمسلمين، ولا يمكن أن تتذكر ابن ميمون دون أن تتذكر الغزالي، هذا الفيلسوف اليهودي الذي عاش في الأندلس، كان في مصر، بدأ في الأندلس وعاش في مصر، في مصر ودفن في الفسطاط ودرس فيها، لأنه في الواقع هؤلاء ثمار، يعني المسيحيون ساعدوا في ترجمة العلوم إلى اللغة العربية في بداية الإسلام، والإسلام كافأهم وتقبلهم في مدارسه فتعلموا فيها وتأثروا بمناهجه وكتبوا بلغته. اليهود كانوا يكتبون باللغة العربية، تسمى اليهودية العربية جوديو أراب، يعني لغة عربية بألف باء عبرية. هذا كله يعرفه الأزهر ويقدمه الأزهر، لا تقدمه مدرسة وعظية منحسرة ومنحصرة وأحادية النظر. الأزهر يضع أعينه، أنت سنة 1924 ولا 34 لا أتذكر التاريخ، في جامعة القاهرة أقيم العيد 800 لميلاد موسى بن ميمون، مؤتمر عالمي وحضره علماء من جميع العالم ومستشرقون. من الذي أشرف عليه وافتتحه؟ الشيخ مصطفى عبد الرازق، ونذكر أنه مفكر يهودي. من الذي افتتح المؤتمر وأشرف عليه؟ الشيخ الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق. هذا هو الأزهر الذي يرى الإسلام الشامل الجامع المظلل المحيط المحتضن للحضارات والأفكار، والذي يراعي لكل إنسان حقه سواء كان عربيا أم غير عربي، مسلما أم غير مسلم، ما دام يصب في أبعاد الرقي بالإسلام وحضارته. هذا هو الأزهر الذي نبحث عنه. الأزهر إذن هذا ملف من الملفات، والملف أيضا مع الفاتيكان، سمعتم وقرأتم تمام ما تم مع الفاتيكان وحكمة الأزهر الشريف في تجميد الحوار مع الفاتيكان، عندما كان يرصد البابا منذ خطابه في ألمانيا الذي البابا بندكتوس السادس عشر، بندكتوس نعم السادس عشر، منذ خطابه في ألمانيا حتى خطابه في يناير
وطلب حماية المسيحيين العرب، فقلنا له لابد أن تدعو للتضامن مع كل الذين يعانون في الشرق، المسلمين والمسيحيين معا، ولماذا لا تتضامن مع الفلسطينيين، حتى المسيحيين يشكون منك. وقلت ذلك أمس لبعض المسؤولين من الخارج، وأقوله دائما للأوروبيين. وقد صفق للأزهر كثير من دول أوروبا والمثقفين والفلاسفة في أوروبا عندما اتخذنا هذا الموقف من بابا الفاتيكان. هذا دور الأزهر. كان دور الأزهر قائدا دائما في الحركات والثورات، ولكن في العقود الماضية كنا إذا قلنا للناس ارجعوا إلى الأزهر يقولون كيف نرجع إلى الأزهر وأين الأزهر، إنه أزهر الحكومة. إذن كيف نتحدث الآن عن استقلال الأزهر الذي ضمن بقاء الأزهر قائدا ويضمن بقاء الأزهر قائد دائما لهذه الحركة الحياتية المدنية؟ فاصل ثم نعود. ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب والباقي هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفداء لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفداء لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى تنادي النداء وعلينا اللي باقي والباقي والباقي هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب والباقي هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب بعد ليالي الغدر يا روعة عمنا سيد حجاب وألحان كمال الطويل وصوت عفاف راضي. عمنا سيد حجاب الذي بشر بالثورة منذ أكثر من عام حينما قدم لنا قصيدة قبل الطوفان الجاي. أرجع للدكتور محمود عزب، لأن الشيء بالشيء يذكر. تفضل. والإسلام علمنا الاعتراف بالجميل وعلمنا أن نحلق في أفاق الفنون جميعها وعلمنا حب الوطن. أعود إلى المشكلة الأساسية ونحن نتحدث عن استقلال الأزهر. قبل أن أتحدث عن استقلال الأزهر لابد وأن أعطي لشباب هذه الأيام، الشباب الثائر والشباب المخلص، كيف نشأ الأزهر؟ الأزهر كما قلت في البداية ولد توأما للقاهرة، قاهرة المعز، هو أخوها التوأم ولد معها في نفس اللحظة. ومنذ أنشئ هو في الواقع أيضا أنشأته الدولة، لأن هناك سندخل عندما نتكلم عن علاقة الأزهر بالدولة نحن في حاجة إلى تفاصيل تاريخية وعلمية دقيقة وليس إلى اتهامات أو أسلوب غامض على عواهنه فضفاض لا يحمل معنى. الأزهر مع الدولة، الأزهر ضد الدولة، هذا كلام فارغ. هل مطلوب منه دائما أن يكون ضد الدولة؟ هل مطلوب منه دائما أن يخضع لها وفي أي شيء؟ الأزهر هناك خلط دكتور محمود. فضل. يعني الشيء بشيء يذكر. فضل. خلط ما بين الدولة والحكومة. تماما تماما. وهذا الخلط هو الذي أورث الكثير من الفهم الخاطئ لدى الذي يريد أن يتعرف على الأزهر ويعرف. نعم. مشوار الأزهر. نعم. وتاريخ الأزهر. نعم. إذن هو الأول أنشأه الخليفة الحاكم. الحاكم الأول الخليفة المعز، واستمر يدرس المذهب الشيعي حتى جاء الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي فأغلقه لعدة سنوات ليحوله إلى المذهب السني، فهو يرى أن مصر لا تصلح أن تكون معارضة
لابد أن تكون الأصل ولتكن أمامها المعارضات. والشيعة عبر التاريخ كانت الحزب المعارض في الواقع، ليست الثقل العام عددا ولا كما ولا كيف. واستمر الأزهر بعد ذلك يعني ينمو ويعلو بعلو مصر، ومصر تعلو به، بمعنى أنه يعني الأزهر معهد عملاق عظيم، ولكن لماذا لم يوجد في غير مصر؟ هناك معاهد يعني مشابهة وليست على نفس الدرجة، يعني معاهد إسلامية كبرى في البلاد الإسلامية الأخرى، جامعة القرويين والزيتونة مثلا، وهي جامعات عظيمة، لكن لماذا لم تأخذ ما أخذ الأزهر من سمعة ومن عالمية ومن شهر؟ لأنه في مصر، ولأن لمصر خصوصيات عظيمة، لأن مصر حضاريا ولغويا وتاريخيا ودينيا مكونة من طبقات منذ آلاف السنين، والمصري يحمل كل هذه الطبقات في داخله، كل فرد يحملها سواء كان مسلما أم كان مسيحيا. هذه الطبيعة، القدم التاريخي الضارب في أعماق التاريخ، أولا مصر النيل، مصر أفريقيا، مصر المتوسط. لذلك كان الخليفة الثاني عمر، سيدنا عمر بن الخطاب، كان يحمل هم فتح مصر عظيم. ولعمر كلام كثير ممكن أن نرجع إليه، خصوصا في موقفه كان البابا بنيامين يعني أسقف مصر في ذلك الوقت عند الفتح الإسلامي، كان البيزنطيون يضطهدونه وكان مطرودا في الصحراء، أرجعه أمير المؤمنين عمر ليأخذ مقاليد حكم الكنيسة وقيادتها، وقدر له قدره، وعلاقات عمر وأنزله منزلته. تماما. ويمكن أن نعود إلى علاقة عمر والخلافة بمصر وبأقباط مصر بالمسيحيين في مصر، مواقف عمر عندما ليقتص من عمرو بن العاص، من ابن عمرو الذي ضرب القبطي، وللسيدة القبطية التي كانت تؤخذ منها قطعة أرض لتزيد مساحة المسجد إلى آخرها. نرجع إلى الأزهر. الأزهر إذا يعلو ويهبط مع التاريخ، ولكنه يسجل في كل مرة بصمة ويوقع توقيعا عميقا محفورا في ضمير مصر والعالم، وكان العالم يحترم مصر لخصوصياتها ولوجود الأزهر فيها. فالأزهر يعني مجد الأزهر ومجد مصر متداخلان، يؤثر كل مرة. كيف كان الأزهر مستقلا عبر هذه المراحل التاريخية المهمة؟ هو في الواقع الاستقلال كلمة نسبية، أنا أتكلم الآن أستاذا وباحثا ولست صحفيا يلقي الأخبار فقط للإعلام، لسنا بصدد رواية الإخباريين. تماما، نحن بصدد رواية المحللين المدققين. نعم. الناقدين. نعم. أي كلمة استقلال يعني ما هو المراد منها؟ استقلال في أي شيء؟ الأزهر يقع في على الأرض، في وطن، وفي إطار ثقافي وحضاري إسلامي عالمي، ولكنه مصري أيضا لأنه هو في القاهرة، هو في القاهرة. كيف يكون فيها مملكة مستقلة عنها تماما؟ أرفض الاستقلال التام وإقامة دولة كأن يكون مثل الفاتيكان مثلا. لماذا؟ لأن الإسلام ليس فيه إكليروس، ليس فيه كهنوت، ليس فيه سلطة كهنوتية. والأزهر، أنبه وأذكر يعني بعض من يلومون عليه لماذا لا يفعل كذا، الأزهر مدرسة بالدرجة الأولى، مرجعية علمية، ليس وزارة وليس جهة تنفيذية تتخذ قرارات وتنفذها، وإنما وظيفته شيئان: أن يحافظ على الإسلام وعلومه وحضارته ويصون التراث، وأن يطوره بالقدر الذي لا يخل به حتى يصير مسايرا للعصر. ولكن الأزهر من خلال هذا التاريخ كان موجها للحاكم وللدولة تماماً. في فترات طويلة ويصحح هذا المسار تماما. كان موجها للحاكم، انظر إليه قبيل وبعيدة غزوة نابليون الحملة الفرنسية، انظر إليه وهو يعني يفتح بابه للقيادات التي النقابات الفئات المصرية التي كانت تلجأ إليه ليقف بجوارها ضد الظلم وضد الفساد، وكان يقف، وكان علماؤه يعني يناضلون مع الشعب. تذكرت في البداية عمر مكرم والسادات والشرقاوي وغيرهم. وبونابرت نابليون عندما أراد أن يحاور المصريين كان الأزهر هو الجهة التي لابد أن تحاوره، وهي الأولى. ولذلك يعني هو معروف، لما ذهبت إلى فرنسا للدراسة أقدم شهادتي وطلبت أن تعادل، قالوا لي شهادة الأزهر معروفة،
السربون قالت لي هذا معروف عالمي مباشرة. مباشرة أزهري تقبل بدون مناقشة، جامعة أخرى نشوف هل هي تعادل الشهادة الفرنسية أم لا. أنا عرفت قيمة الأزهري أكثر في فرنسا وفي أوروبا في الواقع. أليس هذا يدمي القلب كيف يعامل الأزهري في فرنسا ويعامل في إفريقيا، ونحن نبحث عن الدور أو البعد الاستراتيجي في إفريقيا وهم يحترمون الأزهر ويحترمون رجالاته. نعم. والأزهر كان في داخل مصر كما سنتعرض إليه ويقصى وكذا. طيب إذن فترات التاريخ، الحملة الفرنسية، دور الأزهر الوطني والديني والإنساني معروف، ثم في ثورة 19 الدور الوطني التماسك. شوف البابا سأتذكر اسمه اللي كان في كنيسة القللي، بابا مصر الذي سيربيوس توجه إلى الأزهر ليعلن للإنجليز أننا مصريون أولا وأخيرا، وليخرج من الأزهر ويفتح له الأزهر ليتكلم فيه. والرئيس جمال عبد الناصر عندما تتكالب قوى الشر على مصر أين يخطب؟ 56 في الأزهر. نعم. وهو ابن الأزهر يعني على منبر الأزهر، ويحتضنه الشعب المصري والعالم العربي والإسلامي ويخرج معه وينتصر أمام قوى غاشمة جدا تنتصر مصر بقيادة الأزهر. والأزهر بعد 52 هو يرى الحركة المباركة التي أصبحت الثورة، أحمد حسن الباقوري وعلماء الأزهر وخالد محمد خالد وحتى والباقوري والغزالي تماما والغزالي وهؤلاء وغيرهم وغيرهم. والأزهر منذ بونابرت حتى أمس القريب يوفد أبنائه لأوروبا. الذي أرسلني إلى باريس للدراسة الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله. ولكن الأمس القريب في أثناء ثورة 25 يناير لم أجد خطيبا للأزهر. نعم. أشوف يا سيدي العزيز، في الواقع أريد أن أنبه إلى هذا. الأزهر أولا ومعني يعني خطيب معاصر. نعم. الشيخ الأزهر لم يناصر قط رمزا من رموز النظام أولا. أما موقفه من التحرير فكان يتبين، كان يفيدنا كل يوم، وكنا نسهر حتى منتصف الليل في ميدان التحرير لننقل له في الغد الصورة الحقيقية في ميدان التحرير. يا مولانا يا فضيلة الإمام، شباب التحرير لا يأكلون كنتاكي ولا تدفعهم جهات أجنبية، وإنما الأهالي والناس، وأنا مع السيد رفاعة الطهطاوي حملنا لهم كما من الطعام بقدر ما نستطيع. لا أريد أن أقول هذا لكن هذا يعلمه الناس. إذن والنبض الحقيقي في التحرير هو كذا وكذا وكذا. شيخ الأزهر كان يخشى من الانقسام، وكان يظن بقطرة دم من مصري مسلما كان أم غير مسلم، وكان يخشى من القفز على الثورة وقد حدث القفز عليها، ولذلك كان لآخر لحظة يقول عيونكم على مصر وعلى وحدة مصر، عيونكم على الوطن. لم يكن يرجى منه أن يهبط إلى ميدان التحرير ونحمله ليهتف، ولكن كان الأزهريون في ميدان التحرير على اختلاف فئاتهم وألوانهم، وكان الأئمة وكان عدد كبير منهم كذلك. وهو أول من سمى ضحايا التحرير شهداء، أول من نطقها في مصر شيخ الأزهر، قال هؤلاء شهداء، شهداء ميدان التحرير، شهداء الحرية في مصر. الأزهر دائما يريد أن يتبين لأن كلمته عالمية، لا ينساق بسرعة وراء أشياء غير محددة وغير دقيقة حتى لا يختل معها إذا اختلت ظروفها، إنما عندما تأكد أنها الثورة قبلها تماما وشجعها. وأنا أيضا قال شيخ الأزهر، هذه ملاحظة لابد أن أقولها، فضل. قال إن الأزهر مفتوح للحوار أثناء الثورة، وكنت أتلقى يوميا عددا من شباب التحرير، أكلمهم ساعة في مكتبي ويذهبون لشيخ الأزهر. وحدث أن طلب أحدهم، طلب خمسة منهم جاءوا إلى الأزهر أن نصلي بهم الجمعة، فالإمام قال أن لا أذهب إلى التحرير ولكني أوفد إماما نائبا عني. نعم. وذهبت مع هذا الإمام، اخترناه شابا كان يعني يدرس الإسلام في النمسا وفي ألمانيا وفي أوروبا، داعية يعرف تماما موقع الإسلام الحقيقي، ولكن وجدنا قالوا لنا أنت تصلي هنا وفلان يصلي هنا وجماعة كذا تصلي هنا، فقلت لهم شيخ الأزهر لا يدخل في قسمة، إنما هو يصلي بميدان التحرير كله أو لا، وكان لا. ألم يحد الوقت لأن يتصدر الأزهر الصورة وأن يمنع هذا القلق الذي ينتاب المسلمين وينتاب الجميع
ينتاب المسلمين وغير المسلمين. واليوم في التحرير كان هناك ألوان من الناس يتحدثون باسم الإسلام، وهذا هو المخيف حقا. باسم الإسلام، أيوة، أنت جئت على الجرح يا سيدي. في الواقع يزرع في مصر منذ أكثر من ربع قرن تزرع توجهات إسلامية ما أنزل الله بها من سلطان ولا تعرفها مصر. أنا لا أسمي أحدا ولا أعادي أحدا، وإنما أرقب بوصفي مواطنا مصريا لي الحق في إبداء رأيي. يعني فوضى خطاب ديني لها علاقات بأشياء لا يعرفها الإسلام الوسطي الأزهري الآتي من القرآن والسنة والمؤمن بالتنوع وبحق الاختلاف الذي يثري الأمة ولا يفكرها، وتركت هذه الأصوات والآن تجني مصر نتائجها للأسف الشديد، وهو شيء ربما فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فيه خير، لماذا؟ لأن الشارع يتنبه بسرعة، والثورة ذكية تدرك بسرعة الأصوات التي لا تراها مناسبة ولا تراها متناغمة لا مع عظمة الإسلام والمسلمين ولا مع عظمة مصر. والآن عندما يقال الأزهر تعالى، الأزهر لم يكن انسحب قط، وإنما يريد أن يعود إلى الساحة، وقد تنبه الناس إلى الإسلام الوسطي الذي لا يعرفه هؤلاء. أين كان الأزهر حتى لو كانت بعض الأسماء موجودة في هذا الصلح الذي حدث، وكنا نتمناه ونرجوه أن تدوم حالة الاستقرار بين عنصري الأمة، ونتجاوز كلمة هذه الكلمة لتكون طبيعة حياة؟ يعني أين كان الأزهر من المشهد؟ لماذا لا يخرج شيخ من الأزهر يقول البيان ويتحدث، والأزهر هو الأصل؟ تقول وحدة متجاوزين الأسماء، تقصد وحدة الأمة بمعنى الإسلامية المسيحية أم نعم ماذا؟ نعم طيب نعم هذا مهم جدا. شوف يا سيدي، هذا في صميم عملي الذي كلفني به شيخ الأزهر، أنا مستشاره للحوار، الحوار أولا وأخيرا، والحوار كما قلت لك من أهمه مع غير المسلمين ومن أهمه في مصر. وعندنا ملف نحن الذين نسمي في الأزهر الكنيسة القبطية بالكنيسة الوطنية، وأعددنا برنامجا للحوار. وعندما ضربت كنيسة بغداد، شيخ الأزهر قال سنترك الآن الحوار قليلا لننشئ بيت العائلة المصرية، بيت العائلة المصرية الذي يجمع مجموعة من العلماء المسيحيين، بعضهم من الكنيسة وبعضهم مدنيين، ومن الأزهر كذلك، ومن المدنيين المسلمين مستشارين ومثقفين في علوم الاجتماع وتاريخ الأديان والقانون و علوم الدين من الأزهر ومن الكنيسة. وهذا البيت العائلة المصرية يعني كان له رد فعل كبير، وعندما ذهبنا لزيارة البابا شنودة في عيد رأس السنة الميلادية 7 يناير قدمنا له هذا الملف، وطلبنا أن كنيسة ترشح أسماء مقابلة للأسماء لدينا، وكان هذا قبل كنيسة القديسين، يعني تماما موضوع البيت العائلة ليس رد فعل. نعم. الأزهر لا يتصرف بلغة رد الفعل، والناس يفضلون، لا شك أنه عندما يحدث الفعل لابد له من رد، لكن الأقوم والأصح هو الخطاب، وهو المشروع، وهو الفكر الناتج عن قناعات غير متأثرة فقط بالأحداث، ولكن طلع في حسبانها المدى الطويل ومصلحة الوطن ومصلحة الإيمان الصحيح. و ردوا علينا قريبا جدا الردة الكنيسة، كنا نلتقي بهم، تخد بهم في سول وفي غيرها، وفي ولكن سنبدأ فعلا، تلقينا ردا منذ يومين، وسنجتمع أول اجتماع لمناقشة أسلوبنا في الوحدة الوطنية، أسلوب العملي، لا نهون من شأن المشاكل ونقول إنه زوبعة في فنجال، هناك مشاكل واحتقانات، ولا نهول منها ونضخمها لنعطي فرصة للأجندات الخارجية التي تريد أن تحطم الوطن وأن تعتدي عليه، المستفيدون الأوائل إسرائيل وغيرها، نحن نقطع. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية واعية تمام الوعي معنا بذلك ومتفهمة تماما، فهي وطنية بالدرجة الأولى. ولكن ما هذا التناقض الرهيب ما بين وجود الأزهر كمركز ثقل في مصر وتكون القنوات الفضائية المصرية، ونحن نقف عند ما يسمى بثقافة المركز وثقافة الأطراف، والقنوات الفضائية المصرية الدينية تدعو لثقافة الأطراف، لماذا هذا التناقض؟ بعد الفاصل. حلو، ركز على السؤال ده، مهم جدا مهم جدا جدا. والله انت جاي في الصميم. يا ليالي القدر يا بلدي جايب الانتصار، بعد ليالي القدر يا بلدي بعد الانتصار، يا ليالي القدر يا بلدي جايب الانتصار، نادي النهار
علينا اللي باقي والباقي والباقي هو هو الشعب والباقي هو هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب والباقي هو هو الشعب والباقي هو هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب. دكتور محمود عزب، ونحن نتحدث عن ثقافة المركز وثقافة الأطراف وهذا التناقض الحاصل والقائم والمعاناة التي أورثتنا الكثير، أو هذا هذه المظاهر التي أورثتنا معاناة أصبحت أو أصبح القلق يتسربل في دمائنا وفي عروقنا كل فرد في مصر حول أن الأزهر هو يمثل ثقافة المركز، والقنوات الفضائية المصرية، لا أعني كلمة القنوات الفضائية المصرية قنوات حكومية، ولكن القنوات الفضائية المصرية الدينية الخاصة تمثل أو تدعو لثقافة الأطراف. الأطراف نعم. حقيقة المركز والأطراف لها محوران، أنت ركزت أرجو التوضيح. نعم أنت ركزت على المحور الثاني أو الأول وهو المهم، ولكن هناك محور آخر. ما هو؟ وهو أن تكون مصر كلها مركزا كما كانت دائما أو غالبا، فيكون أمنها في سوريا وفي إثيوبيا، وهذا قدرها. أي نعم، وكانت وجغرافيا وكانت تتحمل وتساعد الثورات، ويقول بعض الساذجين أنها كانت تبذر أموالها، ولكن انظر عندما نسيت هذا الدور أو سحب منها من أفريقيا مثلا وما يحدث في وادي النيل، وعودتنا إلى وادي النيل مع الأزهر، هو أول من يدعو ويرسل دعوات إلى أبناء أفريقيا أن ارسلوا أبناءكم مرة ثانية إلينا وسنعلمهم حتى الدكتوراه على نفقة الأزهر الشريف. هذا بعد خطير. في الستينيات القرن الماضي كان هناك أكثر من 24 مكتب لحركات التحرر الإفريقية موجود في مصر، ولذلك كان الوزراء والحكام في أفريقيا يدينون بالولاء لمصر، ولم ينطق أحد ولم يتصور ولم تستطع إسرائيل ولا أمريكا أن تغري أحدهم باللعب معنا على وتر مياه النيل. إذن هذا بعد مركزية مصر. عندما تعود إليها مركزيتها سيستكمل الأزهر معها وقبلها مركزيته، وقد بدأ بها قبل أن تقوم الثورة. الأزهر في أفريقيا، الأزهر في آسيا، مصالح مصر أن يكون الحكام والوزراء في هذه البلاد خريجي الأزهر، والأزهر أزهر القاهرة، أزهر مصر ومصر الأزهر. أما المركزية الأخرى وهي الدعوة والخطاب الديني، أن يكون مركزه الأزهر الشريف الذي يقوم على الوسطية. الوسطية يعني أيضا المركز، الوسط يعني المركز، والمركز والوسط آتي من القرآن الكريم، ولا وقت لدينا والسياق لا يحتمل أن نأتي بالآيات القرآنية التي ندعم بها حديثنا، ولا بالسنة النبوية في هذا المضمار أيضا. سيأتي في سؤال لاحق إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله. إذن هذا التعليم وهذه الدعوة وهذا الخطاب الإسلامي الأزهري اللي هو خطاب الوسط المركز الذي يدركه العالم السني كله كله، والعالم الشيعي مهتم به أيضا، ودي قضية أخرى ممكن نتناقش فيها، لكن مليار وأكثر من مليار من المسلمين أغلبيتهم الساحقة من أهل السنة يعرفون للأزهر هذه الوسطية فهو مركزهم. أما القنوات الفضائية أو المراكز الإعلامية الدينية الخاصة التي نشأت في ربع القرن الأخير، والتي هي جزء من انتشار نوع من الخطاب تعضده أموال من بلاد ومن اتجاهات ومن أحزاب ومن فئات ومن توجهات معروفة ليست لها العالمية، كانت متروكة في أمن في أطرافها، والإسلام لديها الرغبة في أن تكون عالمية، والإسلام ولم تكن لديها الرغبة، ولكن في ظرف ما وفي تاريخ ما أصبحت الأموال كثيرة جدا وأصبحت مغرية، والتقنيات الفضائية أصبح اقتناؤها سهلا فالأغنياء يلعبون بها كما يشاءون. وعندما أريد لمصر أن تخرج من المركزية، هذه النقطة المهمة، هذه كانت أحد العوامل، يعني إخراج الأزهر من المركزية هو إخراج لمصر، لأنه من أعماق ومن أعمدة مصر الأساسية، هو أحد أكبر وأهم العوامل لضرب مصر.
ولكن في نفس السياق ونحن نتكلم عن استقلال الأزهر، وجزء من المشكلة يتمثل في عدم استقلالية الأزهر. نعم. يعني إن نحن الآن كيف نعيد هذه الاستقلالية؟ كيف يعود استقلال الأزهر؟ كيف يعود الأزهر لهذا الدور الكبير والخطير؟ نعم. داخل الشارع المصري وداخل الشارع العالمي. آه نعم. أولا كما قلت وأذكر دائما بضرورة تدقيق في المصطلح، وأنا بالمناسبة يعني أناشد الإعلام في مصر كله أن يعني يكلم محاوره وضيفه المثقف أن يحدد مفهوم الكلمة التي ينطق بها، لأن هناك مثلا الليبرالية وهناك العلمانية وهناك الوسطية وهناك السلفية، هناك فوضى في استخدام المفردات. سلفية مثلا تحتاج إلى أمسيات لنتناقش، والفرق ما بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي الواقعي اللغوي العادي والمعنى الطائفي والمعنى المذهبي والمعنى. تمام. إذن كلمة استقلالية كلمة نسبية لابد أن نحددها بدقة، يعني ألا تكون واقعا تحت ضغط، وألا تكون بوقا لصوت، وألا تكون لك إرادة أنت نابعة منك. هذه الأشياء. إذن فالاستقلال نسبي، الاستقلال الانقطاع التام غير موجود، لكن نسبي بمعنى إيه؟ اللي هو استقلال الأزهر مثلا المالي مطلوب. يعني إيه؟ أين أوقاف الأزهر؟ ولا هذا ألا يضمن استقلال الأزهر عودة الأوقاف إليه مرة أخرى، ولا ينتظر يعني جزء من ميزانية الدولة وهنا يؤثر على القرار داخل الأزهر، وأن يكون شيخ الأزهر هو شيخ الحكومة كما كان يشاع ويقال؟ أما الاستقلال المالي والإداري فنعم، أما أن يقال إن شيخ الأزهر بوقا أو خاضعا للحكومة في غير المالية والإدارية فهو يعني خطأ كبير يراد به تهميش الأزهر، ويراد به الترويج للقنوات والاتجاهات التي قلنا عنها وأشرنا إليها منذ دقائق. ألم يحدث؟ نعم. لا نعم نعم، ولكن إن كان يكون شيخ الأزهر يقول قولا دينيا أو علميا يملى عليه من الحاكم، الشيخ الطيب يؤكد، ويمكن أن يأتي بنفسه أو تسأله بنفسك، يؤكد أنه طوال عهده مفتيا للجمهورية ورئيس جامعة الأزهر، والرجل استقال من هذا المنصب. نعم نعم نعم. وطوال عهده 7 سنوات رئيس جامعة الأزهر، والآن لم يتصل به أحد من الحكومة ليقول له قل في الإسلام كذا أو قل في العلم كذا. إذن ولكن ما أعنيه دكتور نعم محمود ما نعم قبل الدكتور الطيب، لا 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 أريد، ونحن لابد نعم أن نوضح الأمور. نحن لا نقف عند بداية طيب فترة ولاية أو مشيخة الدكتور الطيب، ولكن من قبله. نعم. ولكن ما قبل هذا، إذن في الواقع ربما يكون الاستقلال المالي والإداري أحرص وأحوط وسياجا يحيط بالأزهر، لأنه لك الحق، الإمام أبو حنيفة النعمان كان غنيا، كان تاجر حرير ورث التجارة عن أسرته، كان تاجرا كبيرا الإمام أبو حنيفة، ولذلك يعني واجه أبا جعفر المنصور، كان لا يحتاج إلى معونة الدولة ورفض القضاء وسجن، وقال لأبي جعفر المنصور هذا منصب لا يصلح له إلا من يقف في وجهك ووجه عمالك وأبنائك. ولكن كيف تصور أن يقابل شيخ الأزهر حخامات اليهود ورئيس إسرائيل كيف أتصور هذا ويقول هذا يقول لا أعلم؟ هذا في سياق ضعف هو مسؤول شيخ الأزهر. إذن بعض التبعية السابقة كانت موجودة ولا نريد أن نخوض فيها كثيرا، كانت مصر كلها مليئة بالتبعية، ترك لبلاد صغيرة جدا تقود المنطقة والأمة فأصبحنا تابعين، فدي قضية تدخل في ملف التبعية المصرية كلها. أما ما يخص مثلا الالتقاء بالحاخامات، أنا جئت إلى مصر للحوار مكلفا من شيخ الأزهر لإنشاء مركز الحوار، وأنا أعي لمدة 25 سنة في فرنسا ما هو الحوار، وهذا كان في إطار الإحلال والتبديل ويعني تصحيح مسارات يعني الأزهر من خلال بداية جديدة للأزهر في عهد الإمام الأكبر الشيخ الطيب. عندي ملف بأسماء كل الجهات المشبوهة في أوروبا، أما إسرائيل فلا جدال، لا كلمة واحدة مع إسرائيل على الإطلاق. وأما اليهود فيهود أوروبا الذين يحاوروننا هناك على أرض أوروبا كنت أحاورهم، لا يدخل مصر إلا مؤمن بعظمة مصر والأزهر،
والحوار غالبا يتم مع الكنائس في العالم المختلفة. وكنا في مارس الماضي قبل الماضي مع شيخ الأزمة الدكتور الطيب في مؤتمر حوار كبير دعا إليه أوباما في واشنطن. نحن نحاور العالم كله، ولكني أعرف الحاخامات والجهات المشبوهة والصهيونية. وإذا واتفقنا، الدكتور الطيب قال لنا دخولهم إلى مصر وإلى الأزهر على جثتي وعلى رقبتي، ولهذا اقتنعنا به وعملنا معه. أن يقول شيخ الأزهر رحمه الله أنه غرر به قد يكون في هذا حقيقة، ولكن أيضا ولكن هذا لا يبرر. كان هناك مستشارون له في الحوار وفي 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 يعني كيف يعني مر عليهم هذا ولم يخبروا شيخ الأزهر في تلك الفترة؟ أنا لأني وأسماء كانت في فرنسا يمكن وحضرتك تعلم ذلك جيدا. لما يعني هل أمسك عن ذكر مر عليهم أنا هذا الموضوع؟ لا، إذا كان مرة على شيخ بحسن نية نعم على شيخ الأزهر، ربما أنا لم أكن قريبا ولا أعرف التفاصيل ولا أرجم بالغيب ولا أظلم أحدا، ولكن ما كان يتم في هذا المجال، كنا في الأزهر، دكتور الطيب ومن يحيطون به ورئيس جامعة والغيورون على الأزهر وعلى مصر، كنا نرصده وننبه إليه فيما بيننا، حتى إذا ما أوتينا الفرصة قضينا عليه تماما. جاءت أول الكنيسة اسمها الأنجليكانية في مؤتمر معنا في نوفمبر، هي كنائسها في أوروبا وأمريكا. قلت لهم هذا المؤتمر يتم لأنه من تخطيط الفترة السابقة، ولكن غيرنا كل شيء، غيرنا كل شيء. كان هناك لجنة حوار الأديان هنا في الأزهر، الآن مركز الأزهر للحوار ليس حوار الأديان، وهناك لائحة بالشروط. لماذا؟ وهناك دواعي القرآن التي تأمرنا بالحوار، قرآني قبل كل شيء، ولا بد أن يكون لمصلحة الإسلام والمسلمين والوطن قبل كل شيء. نعم. ولا بد أن يكون للبحث عن ماذا؟ استبعاد العقيدة من الحوار، العقيدة غير قابلة للمناقشة ولا للمساومة، ولكن الحوار حول ماذا؟ حول القيم العليا المشتركة للإنسانية التي تؤمن بها كل الأديان وحتى الحضارات التي بلا دين، الحق والعدل والخير والسلام والتعايش. ما دام الله خلقنا مختلفين لابد أن نتحاور، هذه شروط الأزهر. ولكن في وأنت ذكرت أن يكون الحوار قرآنيا، نعم، ألا ترى سيدي الآن والمشهد من خلال المشهد الإسلامي، نعم، ظهرت فيه اتجاهات وألوية وشخصيات متنوعة تنتمي إلى هنا وإلى هناك، البعض الآخر يقول أتعبتونا بهذا الموضوع، يعني أنتم تقولون الإسلام الوسطي وتقولون الأزهر منهجه وسطي، يعني هل هناك إسلام وسطي وإسلام متطرف؟ هل هناك قرآن سني قرآن وسطي وقرآن غير وسطي؟ يعني كيف يتم الرد؟ كيف يتم يعني توضيح الصورة السليمة والصحيحة؟ نعم، أولا كلمة تنوع في كلمة إسلام، إسلام وسطي، إسلام معتدل، إسلام مستنير، إسلام أوروبي، إسلام مصري، إسلام عربي، في الواقع يعني مرفوضة إلا إذا قصد الطريقة التي يعيش المسلمون بها الإسلام في بلد ما، لأن هناك فروقات ثقافية وحضارية وليس فروقات دينية أصلية. مثلا هناك قرآن واحد وهو جسم متكامل، كل جسد الإنسان، إذا قطعت يد إنسان وألقيت بها في الطريق لا يصبح هذا الجزء إنسانا، ويصبح الإنسان الباقي من الجسد غير كامل غير إنسان. القرآن يفسر بعضه بعضا ويتماسك مع بعضه بعضا، فإذا كان القرآن يدعو إلى الوسطية فكل آية فيه داخلة بشكل مباشر أو غير مباشر في الوسطية، وبالتالي من ليس وسطيا والذي لا يؤمن بالتعدد ولا بالتنوع لا يكون آتيا من القرآن، ليس من قرآن آخر ولكن ليس من القرآن. لا يوجد إلا قرآن واحد، جسد واحد متماسك، أن تؤمن به كله أو تتركه كله بمعنى، وإلا مش قطعة من القرآن تقتص جزء من سياقه وتقطعه، لا. فبما أن القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بحضرتك لا مبالغة لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، الاعتدال والتوسط هو مذهب القرآن الكريم والسنة النبوية. من ينادي بغير الاعتدال وبغير التوسط وبغير التعدد وبغير حق الاختلاف والتفاهم بالحكمة والموعظة الحسنة ليس آتيا من القرآن. إذا القرآن قرآن واحد وهو وسطي وهو رسالة الأزهر الشريف.
ولكن في النهاية الآخر يتصور، إذا كنتم أنتم كإسلام وكمسلمين تريدون الحوار معنا، فالبعض منكم يقصي البعض داخل المشهد الواحد، فكيف يكون الحوار إذن؟ عفوا، المركز الحوار بالأزهر الشريف الآن يحارب الإقصاء أيا كان نوعه، فرديا أو جماعيا أو مذهبيا. الإقصاء بمعنى أن أرفضك، ولكن مطلوب أن تسلم بشرط واحد قبل أن تدخل معي في الحوار: الاحترام المتبادل وعدم فرض الرأي. مشكلة التطرف إيه يا أستاذ؟ التطرف مذاهب آتية من داخل الإسلام أيضا، ولكن يقتطع من التعدد والتنوع مذهب واحد ورأي واحد ليكون هو الوحيد الصحيح. إذا قال لي المختلف يعني أنت صحيح وأنا صحيح، رأيك كما قال العظيم النعمان أبو حنيفة: رأيي صحيح يحتمل الخطأ. الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا أفضل ما عندنا، ومن جاء بأفضل منه قبلناه، الإمام أبو حنيفة وشكرناه. تماما تماما. إذن هذا في الواقع مشكلتنا هي الفرض الرأي. لا، الأزهر لا يقصي ولا يفرض رأيا ولا يقبل أن يفرض عليه رأي. وإذن ولذلك سمينا مركزنا الحوار بالأزهر وليس حوار الأديان، بمعنى أنه حتى العلمانيين والمدنيين والألفاظ التي تطلق على علاتها دون أن يفهم مضمونها المختلفون، نحن نرحب بالحوار معهم. حتى أصبحت كلمة السلفية تهمة والأصولية تهمة. وأذكر الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، كنت معه في حوار وقال لي: لو فهم الناس معنى أصولية لأعلنت أنا الآن أنا أكبر أصولي في هذا العالم. ولو فهم الناس السلفية فأنا أقول معهم نفس الشيء. لسبب، أنا سألت مرة في أحد البرامج التلفزيونية: هل تعتبرون الإمام أبا حنيفة النعمان سلفيا أم لا؟ إذن أن تأتي بشعار وبمصطلح عزيز على النفس وعلى الإسلام ونقي وله تاريخ كبير جميل وتقتطعه من سياقه وتلبسه، تقول هؤلاء فقط هم كذا، هم السلفيون، أنا لا أتفق معك، أنا سلفي إذا كنت تريد بالسلفية حقيقتها التاريخية الكامنة في الإسلام. لكن الأقنعة التي تحدد وتطبع بطابع خاص وتتفرد بذاتها فتقول إنه لا صحيح غيرها، هذا ضد القرآن الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يا أخي، إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ في سورة الإخلاص اللي بنقراها كل يوم الكافرون: لكم دينكم، بيقول للكافرون للوثنيين: لكم دينكم ولي دين. فهو سمى دينهم لهم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. القرآن مليء، هو ده القرآن الوسط المحترم العادل الذي يتبناه الأزهر، والذي لا يترك لمذهب ولا لرؤية أن تهيمن عليه وتلونه بلونها وحدها وتحتكره لها. هذا هو مذهب الأزهر الشريف. إذن في عجالة، لأن لدي أسئلة كثيرة، يعني كيف يعود الأزهر للصدارة وأن يكون المتحدث الأول والمظلة الأولى لكل الاتجاهات المختلفة والآراء المختلفة والأنماط المختلفة داخل مظلة الإسلام، ويكون الأزهر هو صاحب الكلمة العليا، صاحب الموقف؟ كما يعني بح صوت الدكتور محي الدين عميمور المفكر الجزائري الكبير في أن يعود الأزهر كمرجعية. الشيعة أصبحت له مرجعيتهم، لماذا لا يكون الأزهر هو المرجع المؤسسي في للمسلمين السنة؟ في الواقع هو هذا ليس هدفا بعيدا ولا حلما، وإنما هو حقيقة يؤمن بها الأزهر ويحشد الآن كل قواه لتحقيقها. كيف؟ سأقول لك كيف. أولا كما قلنا، بدأنا بالإصلاح العلمي، فالأزهر الضعيف علميا الغير الآتي من التراث بتنوعه وبأعماقه لا يستطيع أن يكون مسموع الصوت، وهذه خطوة مهمة جدا وبدأنا بها قبل الثورة، ومستمرون الآن في الإصلاح في الجامعة. إذن تخريج عالم أزهري قوي كما كانت أجيالنا السابقة، لأنه أصاب الأزهر في التعليم نوع من الضعف الشديد، لا أقول كلمة انحطاط.
وهذا جزء مما حدث في مصر. وهل ترى الجامعات المصرية الأخرى والتعليم في الثانوية العامة جيد في مصر؟ كله سيء، التعليم والإعلام. وعندما يأتي الإعلام يكون له دور يرجى في مساعدة الأزهر في الارتقاء بنفسه وهيمنته على الحركة الطبيعية الجيدة للإسلام. ألا يحتاج الأزهر إلى قناة إعلامية مدنية؟ نعم. تؤكد دور الأزهر وتؤكد أن الأزهر هو الذي يفهم الإسلام الفهم الوسطي، وأن تعود له هذه الأدوار المختلفة، لأن الإعلام أصبح له من الدور الكبير والتداخل عرفناه جميعا في من خلال حروب ومن خلال ثورات. نعم، ولكن أولا هذا الأزهر يحتاج إلى قناة فعلا، ومسألة مالية كبيرة أولا وتقنية، ولكن قبل ذلك يحتاج من الإعلام الملتزم الوطني أن يتنبه إلى دوره وأن يأتي به وبرموزه ويخصص لهم مساحات جيدة ليتوجهوا إلى الجمهور العام، لأن هذا يصلح الخطاب الديني في مصر كلها، والمسيحيون متفقون على ذلك أيضا، الخطاب الديني في حاجة إلى إصلاح. إذن مساعدة الأزهر، مساعدة الأزهر أيضا بمقاومة الدعوات المغرضة الآتية من الخارج والتي لها أذناب في الداخل، والتي تريد أن تقصي الأزهر وتشكك فيه حتى تخلو لها الساحة. وقد بدأنا نرى الثمار، النباتات الخبيثة التي زرعت منذ أكثر من ربع قرن. فمصر تتنبه، والثورة تهزها هزا عنيفا صحيحا لتفيق وتعود إلى وعيها الذي كان لائقا بها دائما. إذن الأزهر، إصلاح التعليم، تخصيص مساحة في الإعلام الوطني بدرجة كبيرة جدا، هيمنة الأزهر وضم الخطباء والدعاة إليه حتى من وزارة الأوقاف ناحية الدعوة بالدرجة الأولى، وليس الماليات لأنها محتاجة إلى وقت طويل، لأن الأوقاف لها شؤون مالية عملاقة منذ سنين وملايين وآلاف، وعودة جزء من أوقاف الأزهر إليه ليكون قادرا ليس على الاستقلال، استقلال طبيعي جدا وضروري، ولكن على تمويل دعواته وتكوين دعاته وبث خطابه في العالم وفي الواقع. عند هذا كلمة العالم، نعم، سريعا، كم مبعوث لدول لمئة، لأكثر من 106 دولة على مستوى العالم، كم مبعوث لها داخل الأزهر، داخل مصر هنا؟ هنا في الواقع هذا نعلم هذه القيمة، نعم، وكيف يمكننا أن نتحرك في صالح هذه الإنسانية. نعم. أولا في هناك نقطتان بسرعة شديدة جدا، من 106 دول في العالم طلاب رجال وسيدات ذكور وإناث يدرسون في الأزهر. تعال في المؤتمرات، كنا أمس في مؤتمر الحرية في الإسلام، الأزهر عقده في مركز المؤتمرات بالأزهر مع جمعيات أمريكية إسلامية، وشوف نص المدرج من خارج مصر. إذن هذه العالمية التي يجب أن تساعد مصر الأزهر في الحفاظ عليها، لأنه حفاظ على مصر. أولا أكثر من 106 من بلاد العالم المختلفة لهم مدن جامعية على نفقة الأزهر، والأزهر كان حتى الجامعة كانت تعاني في العهد السابق من ضمن كانوا يظنون عليها في الميزانية لا تحصل على ثلث ميزانية الجامعات الأخرى، وهي جامعة عالمية عملاقة في مصر وحدها ما يربو على 70 كلية داخل مصر، فما بالك بخارج مصر. يعني أكثر من 33,000 مبعوث من العالم، من هذه الدول داخل مصر يدرسون في الأزهر. هؤلاء سفراء لمصر وللأزهر في بلادهم. أنا ذهبت إلى ماليزيا وأعرف أفريقيا وأعرف بلاد أسيا، المسلمين غير العرب يريدون أن يمسوا ذيل جبة الشيخ الأزهري، يعني حبا وتقديسا، ويقولون من مصر، أنت من مصر، أزهري من مصر. يجب أن نتنبه لذلك كلنا، نحن الغيورون على مصر وعلى الأزهر. قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرة، واخشع مليا وقد حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وعز سلطانا وأفخم مظهرا. تحيا مصر وتحيا الأزهر. تحيا مصر وتحيا الأزهر الشريف. شكرا لك، شكرا جزيلا.